امبارح ايدك بعد ومية بتاعك. ماشي يا سيدي. تفضل يا سيدي. الرخصة بتاعتك. كده تبقى انت ماشي في السليم. ماشي الف شكر يا عم. فين اليومية بتاعتي؟ ماله يا سيدي. خد الجزء جنيهات دول اصرف نفسك بيهم. ايه 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 ايه؟ ما تنساش ان انا صرف كتير لحد ما طلعت لك الرخصة. امسك. ايه يا عم بيومي ده يا عم؟ انا مش عايز الرخص يا عم، انا عايز يوميتي. قوتي حرقي مجهودي. اسمع اسمع ابونا فهمني. اشتغل معايا لازم يمشي في السليم. انا مش كارتة. شبرا شبرا عتبة. ماشي ماشي يا عم الامور. سلام. على فين؟ رايح انا وام التراب عشان طلعت راجل. عقبالك كده ان شاء الله لما نروح نزورك. بقولك ايه، المشاوير دي على حسابك، انا مش فاتحها نقل عام. والاسبوع ده هتبقى ورديتين عشان مفيش سواقين. 2 جنيه بيوم يا معفن يا نتي. اما فرقتك بتقول ايه يا عبوده؟ ما بقولش يا عم بيومي ده، انا بدعيلك. بحسد الهي يا رب يذلك وما يهنيك يا بيومي، وتجيلك مصيبه في نفوخك تاخد اجلك. كده ماشي يا عبوده. على الضالين آمين. معلش يا طاهر. معلش يا اخويا. انا عارفه انك زعلان مني عشان زيارتي قلت، بس غصب عني انت عارف مشاكل العيال وهمومهم وكلكم وعبود ابنكم. انا الحمد لله يابا كويس، الحمد لله رب العالمين، وشغال زي الفل وبكسب والقشي معدن الحمد لله. يعني ما تقلقش يابا، انت سايب راجل يعرف يجيب القرش من بق السبع. هي مستوره يا اخويا وماشيه. الكام قرش اللي بطلعهم من الخياطه على فلوس المعاش، على القرشين اللي بناخدهم من امل، سترنا يا اخويا، ما تقلقش علينا ابدا. بس يا طاهر بنت امل حاسه في نفسي قوي، عايزه افرح بيها واسترها بقى. وانا يابا بقى نفسي اتجوز قوي. انت عارف يابا انا هتجوز مين؟ هو ده بنت خالي، بنت خالي رمضان. هي بتحبيني قوي 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 يابا يعني، وبتتمنى لي كده هون الرضا ارضى. طيب السلام عليكم بقى يابا، مش عايز اي حاجه؟ خلي صبري يجي لي حالك. أمرني ساعتك. آه. عملت إيه يا صبري؟ اطمن يا فندم ما تقلقش، كل حاجة تمام. اجتماع الغرفة التجارية أنا حضرته. المصنع الجديد تصميماته جاهزة ومنتظرين سعادتك لبعد التنفيذ. أما بالنسبة لموضوع الصحفيين فالأمور هادية ومستقرة تماما. تمام كده يا صبري، كل حاجة لازم تمشي زي ما هي لحد ما نشوف هنعمل إيه مع سي مرتضى ده. سعادتك ناوي تعمل معاه إيه بالظبط؟ ما أنا بفكر. آه يا صبري، اللي زي مرتضى ده تتوقع منه أي حاجة. عشان كده لازم افكر له كويس قوي قبل ما اشوف هعمل معاه ايه. غلط. لا صح، بقولك غلط. مستر محمود ما قالش كده. لا ايه وبعدين يا سعاد في ايه؟ مفيش حاجه يا ماما، احنا بنتناقش في الواجب. يا اختي اسم الله عليكم بتتناقشوا؟ طب كلي يا حبيبتي، كلي يا عبد الرحمن. متشكر اهو يا طنط. سيد طنط بتقول لي يا طنط؟ عوض عليا عوض الصابرين. امك اعتماد عامله ايه دلوقتي؟ كويس. قولي يا عبد الرحمن، امك لسه بتعمل شعرها عند الحلاق؟ ماما خلاص بقى خلينا نذاكر. ذاكري يا اختي، اياك تفلحي. ماما
ماما بقول لك انا عايزه 30 جنيه بكره. ليه 30 جنيه يا عين امي؟ عشان لازم اخد درس خصوصي عند مدرس الانجليزي. درس خصوصي ليه؟ عشان مش فاهمه حاجه، الاستاذ ما بيشرحش في الفصل. انا ما عنديش دروس هتتاخد طالما انجليزي عبوده هو اللي يشرح لي. عبوده وعايز ايه بقى يا اللي اسمك مازن؟ ايه معجب؟ طب وبعدين يعني بعد الاعجاب ده ايه؟ نتكلم مع بعض. طب وانت عايز تتكلم معايا في ايه بقى؟ نتصاحب. والله افكر. تقول ايه؟ نخرج مع بعض؟ ما اقدرش، انا من عيله محافظه جدا، وبعدين يعني ماما مش ممكن. برضو بترغي بنت يا شيماء؟ افتحي يا بنت قافله على نفسك ليه؟ طب اوكي خلاص خلاص، بكره بكره. باي باي. لسه برضه مش عايز يخرج من اوضته؟ مش عايز يا ماما. خلاص بقى هو حر. يا ماما ما ينفعش، حسام عنده اكتئاب نفسي، يعني عايز معامله خاصه. يعني عايزاني اعمل ايه؟ اللي بيطلبه بياخده. مش ده المهم يا ماما، احنا لازم كلنا نقف جنبه، انتي بالذات يا ماما لازم تقفي جنبه، وبابا كمان. بابا كمان؟ لا يا حبيبتي، بابا ما بيفكرش غير في شغله بس. On the other hand, an electron deficient center, such as the carbon atom in alky 1, Haldis will tend to be attacked by negative. Bruce is an atom on center which is electronic rich. For example, شيرين، فهمتي؟ هاي شيرين. نعم يا معتز. لا انت مش معايا خالص، اما اشرح لك. انت في حاجه شغلاكي؟ انا اسفه يا معتز، غصب عني بس سرحت شويه. طب ممكن يعني اسال ايه اللي شغلك ولا ابقى متطفل؟ لا ابدا، بس اصلي قلقانه شويه على حسام اخويا. خير كف الله الشر. لا خير ان شاء الله، هو بس تعبان شويه، عنده شوية مشاكل. لا إن شاء الله يرجع زي الأول وأحسن، وبعدين المصارين في البطن تتعارك. إيه؟ أنت قلت إيه معتز؟ هما بيقولوا كده عندنا في البلد، يعني الكلام ده مش من عندي ولا حاجة. أنت عارف يا معتز؟ أنا نفسي أبقى زيك. قصدك يعني إن أنا أهلهلي؟ لا مش قصدي، أنا قصدي إنك بسيط قوي. طيب نرجع بقى للدرس عشان احس ان الوقت ما ضاعش على الفاضي. ماشي ماشي. ايام المرحومه والدتك الله يرحمها ويحسن اليها. انا اسف يا انسه نور، حقك علي اني فكرتك بالمرحومه، انما اصلا انا بقالي كتير قوي من ايام زمان ما شفتكيش قاعده بتضربي على البيانو بالحلاوه دي. صباح الخير يا فواز. صباح الخيرات على حضرتك دكتور نور. حبيبه بابي جاهزه؟ لا لا لا، احنا لازم نروح المستشفى عشان تكملي جلسات العلاج، وهي دول كلهم 48 ساعه زي كل مره يعني. يا حبيبتي دول هيمر بسرعه، وعشان كمان اطمئن ان في تحسن من العلاج. يا حبيبتي انا عارف ان انت كويسه،
بس احنا متفقين على ايه؟ ولا عايزه تزعلي بابي منك بقى؟ معقول؟ معقول يا دكتور تزعل حضرتك؟ ملاش حد الا حضرتك، ربنا يخليك ليها يا رب. دي نور حبيبتي، تسمع كلام